هلا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ولعبة جديدة. طبعا يا شباب، اليوم عندنا الحلقة الثانية من سلسلة جراند ار بي، اللي هو طبعا السيرفر الاجنبي. طبعا اليوم يا شباب مثل ما شايفين نزل تحديث، اللي هو تحديث الهالوين. ضافوا بقلبه وعدلوا على السيارات باللعبة، انه اشكال الهالوين مثلا على وظيفة التاكسي، نزلوا باكيجات جديدة، عدلوا الانفنتوري، عدلوا عملوا لك احداث جديدة. راح نشرح كل هاي الاشياء وراح اورجيكم شو صار معي بالسيرفر. اخر حلقة، اول حلقة نزلتها من اللي هو الجراند ار بي من 7 ايام، فانتوا زبطوا لنا الوضع. انزلوا حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناة، وكل واحد فيكم يكتب 10 تعليقات عشان الفيديو يطلع ترند. طبعا يا شباب، صار معاي كتير اشياء بالسيرفر، كتير تطورات وتحديثات صارت معاي. مثل ما شايفين، اول شيء عملوه بالتاكسي، غيروا شكل التاكسي. طبعا انا من الحلقة الاولى اشتغلت لكم تاكسي وعلمتكم كيف نشتغل تاكسي، وهاي الحلقة معدلين على شكله. طبعا انا الاشياء اللي صارت معاي يا شباب، اذا بتلاحظوا بالمصاري 536 ألف بالكاش و82 ألف بالبنك، يعني تقريبا ابو هلا بدنا نجمعهم مع بعض، جزء ابو بيطلعوا على 600 ألف. وطبعا راح اورجيكم هلا ايش اشتريت انا بالسيرفر. انت بتحكي وين بتروح المصاري وصار لك 7 ايام تلعبش؟ طبعا صار لي 7 ايام بلعب، وين بتروح المصاري؟ طلعوا هاي السيارة يا شباب، خلينا بس انزل لكم اياها بشكل سريع، انزلها لمدة يوم هذا الباركينج. طبعا والله وطيرتهم، طيرتهم، كسر لي الباب. بس يلا امرأ يا حبيبي، كسر الدنيا وكسر الباب. هاي يا شباب سيارتي اللي انا اشتريتها، راح اورجيكم برضه هلا ايش عملت. طلعوا يا شباب، اوه بو 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 بو. تخلع خمسات. هاي طبعا يا شباب السيارة اللي انا اشتريتها، اللي هي انا بدلعها، اسمها زوبا، يعني بعطيها لقب زوبا. وطبعا في اشتريت كمان سيارة، بس راح نروح حاليا اورجيكم اياها، لانه انا اشتريتها. هلا بحكي لكم قصتها. اشتريت يا شباب سيارة سعرها 380 ألف، حلو، وعرضتها للبيع. وطبعا في كمان هذا حدث السيارة اللي هون، العب 50 ساعة بتاخد سيارة مرسيدس ببلاش فري. وين السيارة تبعتي؟ هات نورجيكم اياها. مثل ما شايفين يا شباب، اول اشي هاي السيارة نفس اللي معي. قديش عرضها هذا الزلمة؟ عرضها هون بقول لك التطويرات تبعينها 4-3 4-3، جنطاتها عاديين، صار بامكانك انك تطور الجنطات. والله ممتاز. سعرها 1,400,000، معدلين يا شباب على الماركت تبع اللعبة، صار بامكانك يعطيك توسع اكتر عن اللعبة، عن السيارة. هي سيارتي يا شباب، شايفين هاي السيارة؟ هاي بالفعل هي عبارة عن سيارتي. مثل ما شايفين، ركبت لها جنط، عرضت الجنطات، حطيت لها جناح وغطاء امامي ولون. هات طبعا انا عرضت السيارة تبعتي يا شباب 1,500,000، 1,500,000. واذا حابب حدا يسجل معاي بالسيرفر، رابط التسجيل موجود تحت بالوصف، سيرفر رقم 1. مثل ما شايفين الموتور عندي مستوى 3، البريك عندي 3 اللي هو ماكس، يعني اكتر شي فيه كان 3، والسبور سبون سنوبر صوت مستواهم 4، والترانسميشن هذا مش عارف يجوز غطى الموتور او اشي زي هيك، مستوى 3. وهدول العجال اللي انا مش عارف، مش عامل فيهم اشي طبعا. هاي يا شباب اذا ما انباعتش راح اخليها الي، تمام. بس انا هلا هدفي الاساسي باللعبة راح ابيع هاي السيارة ان شاء الله تنباع. مع المصاري اللي معاي تقريبا، معاي قول بكون مجمع 1,000,000-1,500,000 قبل ما تنباع، وبدي ازيد عليهم وبدي اشتري بيت. شفت بيت تقريبا سعره 5 مليون، بدي اشتري بيت. ليش؟ لانه شراء البيت اشي مهم او اساسي بالسيرفر، شراء البيت. هات اورجيكم البيوت، قائمة البيوت اللي نورجيكم اياهم. البيوت اللي هون يا شباب للبيع، هذا البيت 15 مليون، معاه حديقة ومصفين. هذا يا شباب البيوت اللي زي هيك بقلب عمارات بيجوا. بدي اورجيكم بيت ممتاز، اورجيكم اياه. طلعوا يا شباب، هذا مثلا 3، هذا 44 مليون، بعدنا عنه. هدول يا شباب لسه مش قدهم، احنا لسه هلا قد البيوت اللي من 5 مليون وانزل، بس اكتر من هيك بصير بطل معنا. طبعا انا شايف لكم انه كل البيوت غليه، 3 6 7. هذا البيت يا شباب سعره 5 مليون، تقييمه نجمتين، بيجي معاه 5 مصفات سيارات مثل ما شايفين، هي صوره للبيت. وفي كمان هذا البيت بيجي 6,500,000، 9 مصفات سيارات بقلب هاي العمارة، تقييمه 5 نجوم. أنا ناوي أشتري بهاي العمارة صراحة. هي هذا بنفس العمارة عرضه 5,800,000، هذا 5,700,000. فبيعرضوا يا شباب هذا البيت مثلا 4,500,000، بس شكله بعيد عن المدينة، إنسانة منه. فالبيوت اللي بقلب عمارات زي هيك أنا صراحة بحب إني أشتري منهم، لأنه التقييم تبعهم 5 نجوم، وأسعارهم نوعا ما يعني تعتبر مقبولة، 5 مليون أو شي زي هيك.
طبعا انا عمري. دايما بحب اجمعهم مع بعض بالكاش عشان يبينوا بالعدد بالرقم الكبير بالفيديو. يجي على البنك حرف الاي. طب هلا انا بدي، ما بدي اسحب مصاري، بدي احط مصاري. بدنا نحط قد ايه؟ لا بدي اسحب المصاري، انا هن معي بالمحفظة بالبنك، بدي اسحبهم للكاش. 82,000، 2 3، هي 82,000 سحبتهم حاليا، صار معي بالمجموع الكامل 617,000 بالمجموع الكامل. وإذا انباعت السيارة 1.5 مليون سيقول تقريبا 2,200,000. بزيد عليهم وبنشتري إن شاء الله بيت. بركي الحلقة الجاي كنت محوش واشترينا شوي بيت. طبعا فنيجي هسه حاليا على الإم، نيجي على وين الشوب، نيجي على الكهيو. هذا هو راح بس حاليا على أوبين. طبعا هو أنا فيش معاي، نفتح حاليا أول باكج يا شباب. بسم الله، أكيد راح يطلع لي خيطان، أكيد راح يطلع لي خيطان. بدي أصف أنا مكان بعيد لأنه هدول السيارات دوشوني. خليني أصفهم. خلينا يا شباب حاليا نفتح الباكج الثاني، إن شاء الله يطلع لنا أشياء هيك مرتبة. طبعا بالجرايند بوينت انتوا مثل ما شايفين معاي انا بالجرايند بوينت. وين هو الكونتينر؟ هي عشان اورجيكم اكم من عملة معاي 107 حبات جرايند بوينت. يعني انا هي باكج السيارة بحكي لكم عنه، هذا اللي راح نضرب منه. بقدر اضرب من هذا الباكج 21 مرة من هذا الباكج تاع هاي السيارة. قول لي في سيارات معاه برضو، والله مطورين. كان قبل سيارة واحدة هذا الباكيج. طب وإذا بنضرب 10 ضربات راح ناخد 50,000، يعني هدول مضمونين. أنا معاي 20 ضربة، يعني هي أول 100,000. نفتح حاليا الباكيج الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، 21 باكيج معقول تطلع لي سيارة؟ إن شاء الله يا رب. الباكيج الثاني شباب، الباكيج اللي بعد هذا راح نضربه. لعيون كل واحد حط لايك واشترك بالقناة، هذا لعيونك. روح بسم الله اضرب. طبعا اذا بطلع سيارة بطلع صوت البوف هيك، انه زي كأنك فتحت باكج. نضرب حاليا الباكج الرابع، ليتس جو. اكيد خيوط، يعني اكيد خيوط. الباكج الخامس سيارة، طلعنا سيارة يا شباب، طلعنا سيارة الاودي، يسعد الله. طبعا راح نروح كمان شوي على الكراج ونستعرض السيارة معكم. هي اللي طلعت لي وينها؟ هيها طلعت لي هاي تاني وحدة عليها اشارة حمراء، يسعد الله. اضرب بالسادس، معقول تطلع لي كمان وحدة؟ لسه معاي تقريبا معاي 15 باكج ضايل. نضرب حاليا الباكج السابع، ليتس جو. تحمست تحمست شباب، وفي هلا 50,000 باخذهم بعد 3 باكجات. والله اسطوري الوضع. نضرب حاليا اللي بعده، اضرب يا معلم الباكج التاسع. طبعا الخيوط هدول بقدر ابيعهم انا. الباكج العاشر طلع لي، نزل لي 50,000. 50,000 نزلوا لي على حسابي على الكاش، يعني بالقبضة نزلوا لي. نكمل حاليا باكجات، ضايل معي 11 باكج. والله يا شباب بس تجميع الباكجات. بسم الله الرحمن الرحيم، اضرب شباب. بدي احاول اطلع اول وحدة الكورفت او اللامبرجيني، بعرف شو اسمها، هي شو اسمها؟ ماكلارين. بدي احاول اطلعها. بسم الله يا رب. بيوت ضايل معي 9 باكجات، معقول يطلع لي كمان سيارة؟ اسمعوا، تطلع ترى وحدة طلعت لي وانا مكيف، فكيف لو تطلع لي كمان وحدة؟ خيوط. المهم انه طلع لي سيارة، انا طلع لي سيارة وبديش شي تاني. طبعا في يا شباب طلعوا هون الجرايند بوينت، هدول الجرايند كوينز عفوا، اللي هن الدولارات اللي بتشحنهم. معي انا حاليا واحد منهم، وفي مثل ما قلت لكم الشركة بس العب 4 ساعات راح تبعت لي كمان 15، يعني راح يصير معي 16 دولار وراح نفتح عليهم بالحلقة الجاية ان شاء الله. صار معي مصاري 730,000، كان معي 630 قبل ما افتح باكجات. راح نروح هلا على الكراج نستعرض السيارة اللي طلعت لي. لا المفروض تنزل لي خلص على حسابي. هيها هيها السيارة، نزل لي اياها يوم اشوف. 1000 نزل، ليتس جو. هذا طبعا الاودي زي الجيب، بيجي منظرها والله انها اسطورية يا شباب. طلع طلع نشوف الغرفة تبعتها من جوا كيف. يا عمي يا عمي السيارة اسطورية. هلا بنجرب سرعتها يا شباب، بس بدي اشوف كم سعرها. انا بتوقع 500,000، نحكي بسم الله. طبعا طالعت لي ببلاش يعني قد ما يكون سعرها منيح. قديش؟ قولي 5,500,000 يا شباب سعرها، 5,500,000. طبعا السيارات اللي زي هيك معناته اكيد صاروخات، نجربها. السيارات اللي زي هيك يا شباب ما بتقدر تبيعها الا للحكومه، الحكومه بتاخذها بسعر 10%، يعني بنزل لك تقريبا بتدفعوا لك عليها 550,000 هاي السيارة. طبعا انا اكيد مش راح اي سيارة بتطلع لي بالباكجات مش راح ابيعها، راح اخليها الي. نحكي بسم الله ونجربها.
ليتس جو. قد ايه السرعة؟ هلا بنشوف. طبعا مش معدل فيها ولا اشي، اصل هاي ستوك. قول ليه صاروخ يا شباب، صاروخ 220 تقريبا وصلت، وزي ما قلت لكم مش معدل فيها ولا اي اشي. هاي بس تحط لها لون مرتب، الاودي هاي تسلخ لون جنطات، بس احنا مش حنعدلها هلا، يجوز نعدلها لقدام لانه هلا فيش معنا مصاري. ومثل ما قلت لكم هدفنا الاساسي هلا تجميع مصاري للبيت. فبس يا شباب هيك بنكون وصلنا نهاية فيديو اليوم، ان شاء الله رب يكون عجبكم. اذا عجبكم تنسوش تحطوا لنا لايك، عشان الفيديو الجاي برضه نجيب لكم باكيجات اكتر ونفتحهم معكم، وان شاء الله نشتغل لنا شغلة ونظبط الوضع ونتحدث فيه عن اللعبة. فمثل ما شايفين ضايل 49 ساعة وبناخد كمان سيارة مرسيدس ببلاش من اللعبة، هذا عاملينه عرض. فبس يا شباب بحبكم جميعا وبحب احكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.